حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر. وعلى أرض مصر بنحتفل كلنا بعيد الأضحى المبارك، وقامت الدولة المصرية بقوافل طبية عديدة وإطلاق مبادرات طبية عديدة لخدمة المواطن المصري وتقديم الخدمة العلاجية بالمجان ضمن خطة التأمين الصحي للمواطن المصري، خاصة في فترة الأعياد وفي أيام عيد الأضحى المبارك. هنتكلم عن ملف الصحة وجهود الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية لكل مواطن مصري على أرض مصر. بيشرفنا في استوديو دكتور مجدي عدلي، أخصائي إدارة المستشفيات والجودة الشاملة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة. أهلا بك يا دكتور مجدي. أهلا بك يا فندم، أهلا بكل السادة المشاهدين، وكل عام وحضرتك طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومصرنا الغالية بصحة وسلامة. كلمنا يا فندم عن جهود الدولة المصرية في توفير القوافل الطبية والخدمة الطبية للمواطن المصري خاصة بالمجان وفي فترة الأعياد بشكل خاص. طبعا زي ما انت حضرتك عارفة انه في خمسة الرئيس وكل أجهزة الدولة مجتمع يعني بتولي اهتمام غير عادي لقطاع الصحة، وخصوصا في فترة المناسبات زي ما حضرتك تفضلتي والأعياد، لأنه دي بتبقى يعني بنسميها احنا في وزارة الصحة فترة طوارئ بالنسبة للأطقم الطبية. من ضمن الـ الأنشطة اللي بتقوم بها وزارة الصحة أو يعني بالتعاون مع كافة الهيئات اللي هي القوافل الطبية. والقوافل الطبية دي يعني طبعا شيء زي ما قلت لحضرتك هو بيبقى موجود في المناسبات والأعياد خصوصا، ولكن هو شيء على مدار السنة، يعني هو مش في الأعياد والمناسبات فقط لا غير، لكن هو بيبقى مكثف مثلا في فترة أعياد والمناسبات، لكن ده شيء يعني يعتبر زراع من الأزرع الطبية بالنسبة للنظام الصحي في مصر. طبعا ده بيأتي يعني على أساس أنه هو يعني يصل بالخدمات الطبية يعني الخدمات المميزة لأبعد نقطة ممكنة، وخاصة لغير القادرين من كبار السن والأطفال، لأماكن بعيدة يصعب الوصول إليها مثلا، ومثلا وغير متاحة فيها الخدمة الطبية بشكل زي إيه مثلا هذه الأماكن؟ يعني مثلا المحافظات الحدودية مثلا على سبيل المثال، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، القوافل الطبية منتشرة هناك بالضبط ومكثفة، بحيث انه القوافل الطبية دي بتقوم بتقديم رعاية أولية والكشف بالمجان وتقديم الخدمة الطبية بالمجان، وبما في ذلك الأدوية وسواء أو عمل الخدمات التكميلية زي الأشعات والتحاليل. طبعا زي ما انت عارف حضرتك ان القافله الطبيه دي بتبقى عباره عن وحده يعني طبيه متنقله قد يعني يستمر عملها يوم او اكثر، لكن مش يعني لفترات طويله يعني. ونقدر نقول انه هذا الدور اللي بتقوم به القوافل الطبيه يعني دور مكمل وموازي بالزبط. ويعوض عن فكره يعني عدم وجود تأمين صحي شامل في كافة المحافظات وفي كافة لكافة المواطنين، فإلى حين أن يتم استكمال برنامج التأمين الصحي الشامل ويشمل كل مواطن مصري، نقدر نقول أن هذه القوافل الطبية شكل من أشكال التأمين الصحي ولكن بدون إجراءات. بالظبط. لا هو يعني القوافل الطبية زي ما حضرتك تفضلتي هي بتقوم يعني بدورين مهمين. الدور الأول اللي هو تقديم الرعاية الصحية الأولية، بمعنى انه يعني بتقدم رعاية صحية او خدمة طبية لمنتفعين او مواطنين، ولكن ايضا لها دور آخر. الدور الآخر ده اللي هو إيه بقى؟ اللي هو ما يسمى الإحالة، يعني زي مثلا لو مريض راح للقافلة الطبية، القافلة الطبية بالمناسبة بتشمل تخصصات كتير،
منها مثلا تخصصات في القلب والأوعية الدموية، في البطن، في الرمد، في العظام، في النساء والتوليد، في تنظيم الأسرة. لو المريض ده محتاج أو حالة محتاج حرجة محتاجة إجراء إحالة بالظبط إحالة، فبتبدأ تحوله. فبيتم تحويله أوتوميتد أو كمبيوترايزد عن طريق الحملة القافلة إلى المستشفى المركزي التابع ليها المواطن، بحيث إنه يعني يتم يتلقى تحديد، الخدمة العلاجية لا أكتر. يتم تحديد الميعاد اللي هو هيتوجه فيه للمستشفى عشان يعمل الإجراء الطبي المناسب ليه، أو إذا كان محتاج مثلا قرار على نفقة الدولة بيتم برضه من خلال القافلة الطبية. هي دور يعني مهم القافلة جدا الحقيقة. بالظبط، يعني القافلة الطبية من خلال الربط خطوة مهمة يعني بالظبط في المرحلة العلاجية للمواطن. بالظبط، وكمان خصوصا في يعني الربط الإلكتروني اللي حصل ده سهل الموضوع اكتر، لانه طبعا زي ما انت حضرتك عارفه القافله بيبقى فيها اطقم طبيه، بيبقى فيها تمريض، بيبقى فيها فنيين اشعه او تحاليل، زائد داتابيز انتري اللي هو مدخل بيانات. وبالتالي طبعا بيتم حصر الحالات الموجودة بالظبط. وأعداد المواطنين بأسمائهم بحالتهم الاجتماعية. بص هو حضرتك يمكن يعني احنا في البداية خالص لما اتعملت أول مبادرة أطلقها في 5 سيد الرئيس، واللي هي كانت حجر الأساس اللي هي مبادرة الكشف عن فيروس سي، دي كانت ليها دور مهم في ان هي تعمل داتابيز للمواطنين، يعني انه حصل مسح شامل. المسح الشامل ده يعني جمع كل الداتا بالنسبه للمواطنين ويعني معظمهم، زائد الحالات الطبيه اللي هم بيعانوا منها او الامراض المزمنه اللي هم بيعانوا منها. فكل مريض رايح مثلا القافله الطبيه لما بيتضرب على الجهاز هو اوريدي متسجل ومتغذي الجهاز بالداتا بتاعته، ولو مش مسجل ولو مش بيتم مسجل تسجيله. بيتم تسجيله بالظبط، يبقى عمل تكميلي. فانت كده بتخدم الدوله من ناحيتين. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي الموضوع ده بيبقى بالمجان تماما، وطبعا ده حرصا من فخامه السيد الرئيس على اساس انه يخفف العبء المالي على المواطنين، وخصوصا في ظل يعني غلاء المعيشه. فطبعا واذا محتاج المواطن اي نوع من انواع الاسعافات او التدخل بالظبط، واذا كان التدخل متاح في القافله الطبيه بيتم تقديم العلاج للمواطن. هتوقف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه، ولا زال حوارنا عن ملف الصحه على ارض مصر وجهود الدوله المصريه لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للمواطن المصري بالمجان. وأطلقت وزارة الصحة 33 قافلة طبية مجانية ضمن خطة التأمين الصحي لعيد الأضحى تجوب محافظات الجمهورية خلال الفترة من 17 يونيو وحتى 20 يونيو. وأوضح دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والطوارئ وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، مؤكدا أن عمل القوافل يبدأ من الساعة 1 ظهرا ويستمر حتى الساعة 8 مساء. وأكد أيضا على أن القوافل تضم تخصصات البطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. هنستكمل حوارنا مع ضيفنا دكتور مجدي عدلي أخصائي إدارة المستشفيات والجودة الشاملة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني مجهود كبير جدا تقوم به الدولة المصرية ووزارة الصحة لرفع مستوى الخدمة للمواطن المصري والنهوض بهذه المنظومة الطبية الصحية على أرض مصر. كلمني يا فندم عن المبادرات الطبية بصفة عامة ودورها في رفع هذا الملف إلى الجودة المطلوبة، وأيضا دور هذه القوافل الطبية اللي بنتكلم عنها طوال أيام السنة.
والله زي ما حضرتك تفضلت، احنا يعني بالنسبه للقوافل الطبيه زي يعني ده زي ما انا قلت لحضرتك انه ده بيعتبر ذراع من اذرع وزاره الصحه في التعامل او في تقديم الخدمات الطبيه المميزه للمريض المصري. بالاضافه انه يعني لو احنا قلنا التفاعل ما بين المواطن والقوافل الطبيه، لانه هو ده اللي بيقيس مدى نجاح المنظومة أو المنظومه او المجهود، من عدمه. الإقبال من المواطنين بالضبط، يعني احنا مدى الإقبال بالضبط مرصود؟ بالضبط. لا، ما هو اساسي لازم يبقى في رصد للتفاعل والاقبال عشان نقدر نقيم الجودة. الجوده بالضبط. يعني مثلا على سبيل المثال، في من شهر يناير 2024 لحد شهر مارس 2024 تم اطلاق اكثر من 500 قافله طبيه. ال 500 قافلة طبية دي قدمت خدمات طبية لأكثر من 600 ألف مواطن مصري. ما شاء الله، يعني في 500 مختلف قافلة ب 600 ألف، يعني القافلة الواحدة أكثر من 100 ألف بالضبط في مواطن. مختلف التخصصات، هايل يعني في جدا. مختلف التخصصات، سواء باطنة سواء قلب سواء، ومنها طبعا في حالات تم عمل إحالة ليها ودخلت مستشفيات وعملت عمليات وفي حالات أخذت الأدوية أو مجانا طبعا. فالدور ده يعني مهم ومهم للغاية ومكلف للدولة. هو في الأساس يعني احنا لو جينا بقى لنقطة التكلفة دي، ممكن يعني اسمحي لي في الموضوع ده تحديدا، لأنه في ناس برضو بتيجي على الدولة في حتة إنه الدولة صرفت فلوس كتير وفي إيه. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، من 2014 منذ تولي فخامة السيد الرئيس لحد أول 2024 الدولة صرفت ما يقارب تريليون جنيه مصري على قطاع الصحة. التريليون جنيه ده مبلغ برضو مش هين طبعا، ومحدش كان يسمع بيه قبل كده عشان يتصرف على قطاع الصحة. وميزانية قطاع الصحة تضاعفت أكتر من مرة خلال التسع أو العشر سنوات السابقة. ليه بقى؟ عشان يعني نوصل، يعني مش هقولك بقى للمراحل المتقدمة جدا من الخدمات الطبية، ولكن المراحل المقبولة اللي هي تندرج تحت يعني مبادرة حياة كريمة أو decent life اللي أطلقها برضو في خامس السيد الرئيس، وأيضا يعني إيمانا بحق المواطن في هذه الرعاية الطبية وتطبيقا لمواد الدستور. لأنه يعني المادة، يعني المادة 18 في الدستور، أنه لازم المواطن ليه الحق في العلاج، وانه يخصص نسبه من الدخل القومي او جي دي بي بما يعادل 3% سنويا لقطاع الصحه. طبعا فخامه السيد الرئيس بيحاول يوصل يعني الموضوع لانه يكون طبق القانون بحذافيره يعني. فاحنا بنحاول او وزاره الصحه بتحاول مع كافه قطاعات الدوله ان هي يعني تحسن من جوده الخدمات الطبيه المقدمه، بتحسن من التدريب الطبي للكوادر الطبية، وده شيء مهم بالمناسبة طبعا، بتحسن من البنية التحتية المتهالكة في بعض الأحيان وفي بعض المحافظات للمستشفيات والوحدات الصحية، بتحسن من الأجهزة الطبية بحيث أنها تتواكب مع النظم العالمية في التشخيص. لأنه يعني خلي بال حضرتك التشخيص ده حاجة مهمة جدا، والأجهزة الطبية شيء مهم جدا في التشخيص. صحيح، يعني كل ما كانت الأجهزة الطبية مطورة ودقيقة كان التشخيص أدق. صحيح، وبالتالي منظومة العلاج هتجيب نتيجة بالضبط، وخصوصا في الأمراض يعني اللي هي بتبقى تكلفتها عالية زي الأورام أو وخلافه. مع الوضع في الاعتبار طبعا أنه فخامة السيد الرئيس دايما بينادي بتوطين الصناعات هنا في مصر، بحيث أن احنا يعني نقلل الفاتورة الاستيرادية
ومنها توطين صناعة الدواء هنا في مصر وبناء مدن طبية كاملة بحيث أنه يتم التصنيع محلي طبعا مع شراكات في كيانات عالمية كبرى. يعني يمكن الشهر اللي فات شفنا أنه كان السيد وزير يعني السيد رئيس هيئة الدواء المصري يعني اجتمع مع 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 السيد رئيس دولة رئيس الوزراء، ويعني كان في تقرير انه مصر دخلت شراكات مع 5 كيانات عالمية طبية بحيث انه الكيانات دي تيجي تنقل المصانع بتاعتها هنا في مصر ويكون الانتاج يعني محلي بس من يعني تحت رعاية وإشراف هذه الكيانات الطبية بحيث أن يكون الجودة تماثل المنتج العالمي. طبعا ده هيقلل طبعا التكلفة المادية على الدولة وهيدي المواطن يعني يوفر للمواطن يعني أولا خدمة طبية مميزة علاج مميز يعني بحيث أنه أي مواطن قادر على العلاج قادر على أنه يجد مكان في مستشفى يعني مكان آدمي سواء سرير رعاية عادية أو سرير رعاية مركزة. طبعا احنا بالتزامن يعني حاليا بيتم تطوير البنية التحتية على كافة الوحدات الصحية والمستشفيات تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل اللي هو نادى به السيد الرئيس ان هو يختصر الوقت بتاعه من 15 سنة اللي كان مخطط ليها ليكون 10 سنوات فقط لا غير. طبعا ده يستلزمه طبعا يعني تمويل مالي كبير. صحيح، هتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، لازال بشرفنا في الاستوديو دكتور مجدي عدلي أخصائي إدارة المستشفيات والجودة الشاملة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة، ولازال حوارنا عن جهود الدولة لرفع منظومة التأمين الصحي وملف الصحة بشكل عام للمواطن المصري بجودة عالية وبالمجان. أهلا بك يا دكتور معنا مرة تانية. وكنا بنتكلم عن ملف التأمين الصحي والمرحلة الحالية للوصول إلى إنفاذ وتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل في البرنامج الزمني المحدد أو قبل حتى البرنامج الزمني المحدد. تكلمنا عن آلية التنفيذ لهذه الأفكار وهذه المبادرات يا دكتور، وأيضا دور القطاع الخاص في ملف الصحة في مصر. طيب، هو بالنسبة لموضوع التأمين الصحي الشامل هو طبعا تم تحديد المراحل اللي هيتم تطبيقها خلاله وقسموها لثلاث مراحل. احنا طبقنا المرحلة الأولى بنجاح، وطبعا زي ما انا قلت لحضرتك قياس نجاح المنظومة عدى 90%. طبعا في طبق في 6 محافظات اللي هم اقل كثافة سكانية. حاليا المرحلة اللي احنا داخلين عليها هيتطبق في 5 محافظات تانيين، وبعد كده هتخش القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة والقليوبية في المرحلة الأخيرة لأنه دول أكتر كثافة سكانية. طبعا التأمين الصحي الشامل يعني في عجالة هو شراء خدمة طبية مميزة يعني وفصل التمويل عن تقديم الخدمة. ده التعريف بتاع التأمين الصحي الشامل. يعني أنا بفصل التمويل عن اللي بيقدم له الخدمة. اللي بيقدم الخدمة ده اسمه هيئة الرعاية الصحية. هيئة الرعاية الصحية دي مسؤولة عن المستشفيات، أو هي يعني هي المستشفيات أو الوحدات الصحية اللي هتقدم الخدمة الصحية للمريض. هيئة التأمين الصحي الشامل دي اللي بتتعاقد مع المستشفيات اللي هتقدم الخدمة. طبعا المستشفيات دي لازم يعني تمر باختبارات ويعني في حاجة اسمها هيئة الرقابة. بالضبط، هيئة الرقابة والجودة لازم يكون لها معايير محددة. يكون لها معايير محددة بالضبط عشان تدخل تحت هذه المظلة. طبعا بخصوص المستشفيات الحكومية، لا، لازم المستشفيات الحكومية ترفع كفاءتها.
بالضبط. وحاليا يتم رفع كفاءة المستشفيات الحكومية، سواء بنية تحتية، سواء تحديث في الأجهزة، سواء تحديث في الأطعمة الطبية والتعليم الطبي المستمر. شراكة مع القطاع الخاص؟ الشراكة مع القطاع الخاص في بعض المستشفيات. وخلي بال حضرتك انه في يعني ناس كتيرة يمكن يعني بتنادي انه لا، القطاع الخاص لازم يكون له دور في المرحلة القادمة. وهو معنى ان انا اكون يعني ادخله شريك معايا، ده مش معنى ان انا ملكته الخدمة. انا كل الفكرة بس عايز استغل انه طبعا زي ما انت عارف حضرتك انه القطاع الخاص عنده امكانياته المادية. ثانيا عنده برضه هنقول شيء من الانضباط، وان هو بيدور على يعني الربح، لان راس المال بيصرفه كتير على الخدمه. لكن تحت رقابه الدوله في نفس الوقت، يعني مش هيساب له الحبل على الغارب زي ما بيقول، لانه الدوله هتكون شريك اساسي معه. ودي خطوه مهمه جدا، ودي خطوه مهمه جدا حقيقه يعني ومكسب لملف التامين الصحي وملف الصحه في مصر. بالظبط. يعني انا لما الاقي مثلا عمليه سي مثلا هتكلف 1,000,000 جنيه، انا لما اخش منظومه التامين الصحي الشامل دول ادفع مثلا لا يتجاوز ال 5,000 جنيه. طب ما ده شيء يعني مكسب للمواطن. وبتتكفل الدوله طبعا غير قادرين دول ما بيدفعوش حاجه خالص، سواء اللي هو منظومه التكافل والكرامه، سواء اللي هم بالمجان تماما، مجانا تماما. فالمستفيد الاول والاخير هو المواطن في الحاله. صحيح. بشكرك جدا دكتور مجدي عدلي، اخصائي اداره المستشفيات والجوده الشامله ومكافحه العدوى بوزاره الصحه. شرفتني يا فندم بالتوفيق دايما، وغدا حلقه جديده على ارض مصر.